السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله آخر كم سلايد في الـ IR، بعد إن شاء الله بنبلش في موضوع الماس سبيكترا اللي هو الـ MS. بس حاب أذكركم إنه موعد الـ assignment هو بـ 8/4 أو 7/4، يعني ضايل يومين او ثلاثة. في كثير منكم بعت لي انه مش عارف يعمل له ابلود، لازم تروح على الاساينمنت في التيمز وتعمل هناك ابلود، والا ما ببين عندي، ما بزبط تبعت لي اياه على المسجز. في منكم بعت لي كان عنده مشكلة، رجع طلع من الابلكيشن ودخل عليه او شال الابلكيشن كامل وزبط الاساينمنتس. كمان مرة أكد إنه حاليا تقييم علاماتكم إلا إذا اختلف إشي في دوامنا هو إنه 70% على الفاينل و30% على الأعمال خلال التعليم عن بعد. معظم الأعمال عن التعليم عن بعد راح تكون إن شاء الله assignments. طيب نشوف موضوع آخر مواضيع في الـ IR. أوكي. حكينا احنا الابلكيشن الاولاني اللي تعلمناه في المحاضرات الماضية اللي هو في منطقة الفانكشنال جروب ريجن، تعلمنا كيف انه نحلل هاي الريجن ونطلع منها شو في فانكشنال جروب موجودة بالمركب. لكن حكينا انه مجرد معرفتنا شو في فانكشنال جروب في المركب ما بنقدر نعمل ايدنتيفيكيشن لهذا المركب. لكن الاي ار يستخدم بشكل رئيسي في الصناعة الدوائية for identification purpose. الهدف هو تست اسمه identification في الفارماكوبيا. هو عارف طبعا كمان يستخدم هو في الرو ماتيريالز بشكل رئيسي، يعني الاي ار يستخدم في الرو ماتيريال. تذكروا الرو ماتيريال هي المواد الخام اللي هي بتكون اي بي اي او اكسيبيانس، فالرو ماتيريال هي اللي بنعملها اي ار. نادرا ما يكون ل دوزج فورم في له اي ار. دوزج فورم يعني زي التابلت زي الكبسول زي السسبنشن. فالاستخدام الرئيسي للاي ار في الفارماكوبيا هو للايدنتيفيكيشن تيست. شو هو هذا التيست؟ ذكر يمكن حكيت لكم اكثر من مره انه اذا انا اجاني على المصنع في الشركه الدوائيه، يعني مثلا باراستامول، جاني مثلا 50 درام، كل درام من هاي فيها مثلا 10 كيلو من باراستامول. عشان اتاكد انه هذا الدرام ما كان فيه خربطه وما نحط فيه ماده ثانيه شكلها زي شكل الباراستامول لكنها فعلا مش باراستامول، لازم اتاكد انه الكونتنت لهذا الدرام او هذا البرميل هو باراستامول. فلازم اخذ عينه من كل درام وأديها على تحليل اسمه Identification Test. أكثر Identification Test مستخدم في الفارماكوبيا هو الـ IR. فأنا باخذ العينة بعملها IR Scan. هسه راح أوريكم أمثلة. هسه صرتوا تعرفوا شو الـ IR Scan. طبعا هاي منطقة الـ 1500، هاي 400 أو 500 أو 600 مش كثير مهم، هاي منطقة 4000. كيف بدي اعمل ايدنتيفيكيشن تيست؟ بجيب ريفرنس ستاندرد. صار هسه مفهوم الريفرنس ستاندرد بالنسبة لكم المفروض انه واضح. الريفرنس ستاندرد هي مادة معروف انها باراستامول بشهادة موثقة، ممكن نجيبها من اليو اس بي او الاي بي او البي بي من الفارماكوبيا نشتريها. هسه بجيب انا الريفرنس ستاندرد، خلينا اغير لونه اعمله بلون ثاني، وبعمل له سكان. هسه اذا شكل هذا الريفرنس ستاندرد اعطاني نفس او تطابق مع شكل السامبل، معناته هاي الماده هي، وخصوصا في منطقه ال 1500 لل 400 او لل 600، هاي المنطقه لازم يتطابق. طبعا المنطقه لازم يتطابقوا اكيد،
لكن هاي منطقة فانكشنال جروب مش هي اللي بتثبت. إذا طابقت السبيكتروم تبعت السامبل وتبعت الريفرنس ستاندر في منطقة الحد 1500 هي الفينجر برينت ريجن، هون بنقدر نحكي انه هاي المادة هي نفس المادة اللي مشينا عليها الريفرنس ستاندر. فإذا مشينا الريفرنس ستاندر باراستامول في الحالة وكل عينة قسناها قارناها بهذا السبيكتروم وطلعت اكزاكت ماتش بالضبط نفس البيكات ونفس الانتنسيتي، فهو صار عندي كونفرميشن انه هذا الدرم هو هذا الاي بي اي، او مثلا في حالتنا هذا هو الباراستامول. طبعا في بالبريتش فارماكوبيا البي بي، هاي هي البريتش فارماكوبيا، فيها داتابيس اي ار ريفرنس سبيكترا للاسترشاد فيها عشان نتاكد انه حتى لما نمشي الريفرنس ستاندر انه عم بيطلع معنا بنفس الشكل المخزن في البي بي. راح نشوف هسه مثال او مثالين. حكينا هون identity is confirmed if the IR spectrum of the sample and IR spectrum of reference standard are identical. طبعا شو يعني identical؟ انه الباند بوزيشن والريلاتيف انتنسيتي متشابهين. هسه بنحكي عنه لما ناخذ مثال. هذا مثال اللي باللون الاسود هو السامبل، مشينا السامبل عملنا لها سكان، بعدين اجينا مشينا باللون الاحمر هذا الستاندر. فبنطلع على الستاندر نفس الباند هاي موجوده وهاي الباند وهاي الباند، ونطلع هسه في منطقه ال 1500 هاي الباند موجوده، هاي الباند هون موجوده، هاي الباند موجوده، هاي الباند موجوده هون او هون، يعني موجوده هاي هون او هون، موجوده هون او هون، هاي موجوده هاي موجوده هيها، وهاي الباند هيها، وهاي الباند هون. طبعا فهون مكان كل باند في الاحمر والاسود متشابه اللي هو ستاندر وفي الريفرنس، زائد الشغله الثانيه اللي هو ريليتيف انتنسيتي. شو يعني؟ يعني هم بالضبط مش لازم يكونوا انتنسيتي متطابقين، لانه ممكن تكون انت محضر العينه تاعت ستاندر والعينه تاعت السامبل مختلفين شوي في التركيز، فممكن تكون واحده اطول من الثانيه، لكن الريليتيف انتنسيتي لازم يكونوا نفسهم. كيف يعني؟ يعني مثلا في الستاندر الاحمر هاي الباند وهاي الباند، هاي الباند اصغر من هاي الباند، فلازم تكون في الستاندر برضو هاي الباند اصغر من هاي الباند. يعني لو طلع فرضا الستاندر كان قليل تركيزه طلعت زي هيك، لازم برضو هاي تطلع اقل. تمام؟ يعني لو طلعت اليمين هاي اطول من الشمال، لا هاي في مشكلة. كمان مرة اعيد لكم، يعني نفترض انه في عندي العينة هاي عم تتطابق مع الستاندر، وجت اعطتني بدل ما تعطيني هيك اعطتني هاي العينة صح بهذا الارتفاع، لكن هاي اعطتني اياها اطول، اختلف الريلاتيف انتنسيتي اختلفوا، فمعناته هذا الحكي غلط. مرة الريلاتيف انتنسيتي لازم يكونوا متشابهين، اذا اللي على اليمين اقصر من اللي على الشمال في الستاندر لازم اللي على اليمين اقصر من اللي على الشمال بالريفرنس وبالسامبل. نفس الشيء تخيلوا هاي البيك، اسف هاي الباند والباند اللي جنبها، صحيح تخيلوا هاي الباند بالاحمر وهاي الباند اللي بالاحمر، فاذا بتطلع هذا الستاندر الباند اللي على اليمين اقل من الباند اللي على الشمال، فلازم الباند اللي بتكافئها هون في السامبل تكون اقل من الباند اللي بتكافئ هاي في السامبل. الريلاتيف انتنسيتي هي المهم، مش الانتنسيتي، يعني مش لازم يكونوا نفس الانتنسيتي قدر الامكان. اذا كان قدرت احضر العينه بنفس التراكيز بيطلعوا نفس الشيء، لكن مش مهم بالضبط يطلعوا، مهم انه الريلاتيف انتنسيتي يكونوا. يعني اذا بنطلع هون هاي بالاحمر اطول شوي من الاسود، بس هي في نفس المكان، برضه هون الاحمر اكثر من هاي الاسود لكن في نفس المكان، واذا كانت العشمال اطول من اللي على اليمين في الريفرنس معناته لازم تكون هيك في السامبل علشان احكي انه هاي الباند هي نفسها هاي الباند وانه هذا في ماتشنج. اطلع هذا جزء من الفارماكوبيا للميتفورمين هيدروكلورايد. اللي ما بيعرف فيكم الفارماكوبيا، الفارماكوبيا بتحتوي على مونوغرافس. شو يعني مونوغراف؟ يعني هذا اسمه ميتفورمين مونوغراف، هذا موجود فيه مجموعة من التستات ومجموعة، وكل تست كيف هذا التست بنعمل
ومتى بحكي عنه ناجح ومتى بحكي عنه راسب. انا اخذت جزء من هذا المونوغراف اللي هو الايدنتيفيكيشن تيست، طلع عن التيست انفراريد ابزوربشن سبكترومتري. طبعا للي حضر معي التحليليه، هذا الرقم هو رقم الجنرال شابتر الموجود في الاي بي اللي بيحكي كيف تعمل اي ار. هنا مكتوب في الفارماكوبيا طريقة البريبريشن ديسك اوف بوتاسيوم كلورايد. هاي فارماكوبيا قديمة اللي عندي 2009، لكن ممكن الفارماكوبيا الجديدة تكون تسمح انه مش ديسك، انه يكون الاي تي ار اللي اخذنا عنها اللي هي دايركت سامبل. كومباريزن اللي هي ميتفورمين هيدروكلورايد سي ار اس. سي ار اس اختصار لكيميكال ريفرنس ستاندرد. كمان مرة، هاي سي من كيميكال، ار من ريفرنس، اس من ستاندرد. الفارماكوبيا لما تبيع ستاندرد بتسميه عادة سي ار اس، كيميكال ريفرنس ستاندرد، وممكن تشوفوا هذا الاختصار اللي هو بي بي مثلا سي ار اس، انه بريتش فارماكوبيا سي ار اس، او ممكن يكون اي بي حسب انت من وين شاري الكيميكال ريفرنس ستاندرد. ومرات مثلا زي اليو اس بي بسميها بدون كسي بسميها ار اس، بسميها يو اس بي ريفرنس ستاندرد، كلها بنفس المعنى اللي هو ريفرنس ستاندرد بستخدمه في المقارنه. هذا جزء من الـ EB General Chapter اللي هو 2.2.24 اسمه Absorption Spectrometry Infrared. هذا حكيت لكم اللي بنرجع لورا هنا، انه لما انا بعمل التست بيرجعني الفارماكوبيا انه راجع هذا الـ General Chapter عشان تعرف التفاصيل. فنقرأ انه Identification Using Reference Substance، هذا جزء موجود في الـ Chapter، هذا Chapter طويل طبعا. فنقرأ مع بعض. prepare the substance to be examined، يعني حضر العينة اللي بدك تفحصها، and the reference substance، يعني حضر العينة والreference standard by the same procedure، يعني استخدم نفس البروسيجر. يعني استخدمت KBR هنا، بستخدم هنا KBR، استخدمت نسبة المادة بالنسبة للKBR 1% في الreference standard، بستخدم نفسها للسامبل. Okay. And record the spectra between 4650. فهو بيكتفي الـ EP بأنه بيكفي من 4650 سنتيمتر ماينس 1 اللي هذا الويب نمبر، اللي هو يكافئ 2.5 ل 15.4 مايكرومتر، هاي هي ويب لينكث. يعني إذا أخذت مقلوب 2.5 بيطلع 4000، ومقلوب 15.4 بيطلع 650. under the same operational condition، يعني بنفس الجهاز بنفس الوقت بنفس الظروف بنفس المحلل اعمل الستاندر والريفرنس، اسف الستاندر والسامبل. the transmission minimum absorption maximum and the spectrum obtained with the substance to be examined correspond in position and relative size to those in the spectrum obtained with the reference substance. هاي معناته انه transition minimum اللي هو قصده فيها هاي قصده minima، هاي الاخفض نقطة في الباند، او absorption maximum، يعني لو كان انت الجهاز عندك بتعمله بالعكس absorption برضو بزبط. in the spectrum obtained with substance يعني مقصود فيها sample correspond in position، يعني في نفس المكان. يعني راح اعمل مثلا غير اللون، راح اعمل مثلا الريفرنس ماتيريال اوبتين ان بوزيشن، يعني في نفس المكان تطلع على نفس الويف نمبر، اند ريليتيف سايز، هاي المقصود فيه ريليتيف انتنسيتي، انه اذا هذا اصغر من هذا فهذا بالسامبل اصغر من هذا. هذا الشابتر اللي هو اسمه 197، هذا من اليو اس بي، هذا نفس الايكوفالنت لليو اس بي، هو الجنرال شابتر لكن اللي في اليو اس بي اسمه سبكتروفوتومتريك ايدنتيفيكيشن تيست. هنقرا مع بعض. The IR absorption spectrum of the substance compared with the obtained
concomitantly, أي معناها في نفس الوقت, for the corresponding USB reference standard, provide the most conclusive evidence of the identity of the substance that can be realized for any single test. هاي شو معناتها الجملة؟ إنه الـ IR spectrum اللي بعمله على الـ substance أو الـ sample بالمقارنة مع USB reference standard هو أكثر تيست موثوق بالنسبة لل USB أو لل pharmacopoeia هاي علشان نثبت identity of the substance. Okay. هذا هو معنى هاي الجملة. حتى نشوف بكمل إنه the UV absorption spectrum on the other hand does not exhibit a high degree of specificity. شو يعني؟ إنه صحيح إنه identification ممكن نعمل عن طريق ال UV إني أقارن ال scan للstandard مثلا هاي sample وأجيب reference standard ممكن يكون إثبات, لكن الكلام هون معناته إنه ال UV مش 100% موثوق, مش زي ال IR. ال IR اللي هو في منطقة خاصة منطقة fingerprint إنه هو موثوق إنه أنا عرفت إنه هاي المادة هي نفس هاي المادة بالمقارنة, لكن ال UV مش معتمد في الفارماكوبيا لإثبات الـ identity, لإثبات إنه هاي المادة هي نفس هاي المادة. Okay. هنا برضو جزء من هاي, طبعا لما يكون تعلموا يعني لما يكون جزء من البراكت هاي معناته إنه هذا متاخذ نص حرفي من من الاقتباس يعني من الشابتر مش كتابة من عندي يعني. Record the spectrum, هذا بعطيني details كيف أعمل spectrum. Record the spectra of the test specimen and the corresponding USB reference standard. كمان مرة قيس spectrum لل sample standard over the range 2.6 to 15 micrometer اللي هو equivalent ل 3800 لحد 650. يعني في اختلاف بسيط من 4000 او 3800, بس مش مهم لانه هو المقارنه الادق في لحد 1500, فلو كنت 4000 بزبط, لو حتى 3800 برضه بزبط. The IR absorption spectrum of the preparation of the test exhibit maximum only at the same wavelength as for similar preparation corresponding to USB reference standard. كمان مره, لكن هنا مش كثير ذاكر الـ USB موضوع relative size, لكن هذا ما بنفي انه لازم نعمل ونتأكد منه, لكن هون ذاكر انه لازم يكونوا at the same wavelength يعني في نفس المكان اللي بتطلع فيه مثلا band على الـ reference standard, لازم تطلع في نفس الـ position في نفس الـ wave number band مكافئ لها بـ sample. هذا مثال للميتفورمين هيدروكلورايد, هذا متاخذ من البريتش فارماكوبيا وان هاي سنة 2009. هذا عامل اي ار سبيكتروم كريفرنس الي, حتى لو ما كان عندي ريفرنس ستاندر مضطر احاول اعرف هذا ميتفورمين ولا لا, لو عملت الاي ار سبيكتروم لازم يطلع الباند في نفس هذول البوزيشن, ما بصير يكون فيهم اختلاف تماما. طبعا اذا بنلاحظ الداتابيس فقط من 2000 ل 400, لانه مش كثير بهتم المقارنه لحد ال 4000, لانه هاي هي منطقه الفينجر برنت. اورجيكم اللي بحكي لكم عنه في البريتش فارماكوبيا وباليو اس بي. انا فاتح هسه هنا البريتش فارماكوبيا, طبعا البريتش فارماكوبيا بتكون من اكثر من مجلد او من فوليوم. هنطلع مثلا على فوليوم 1, فبدي اروح انا على اي بي اي مونوغراف, بدي اروح افتح الميتفورم اللي كنا هسه فاتحينه, انزل بالترتيب الهجائي, طبعا ممكن اعمل سيرش على الدوكمنت, لكن ممكن الاقيه هنا برضه اللي هو ميتفورمين هيدروكلورايد. هذا هو المونوغراف اللي على اليمين.
طلع في عندي الايدنتيفيكيشن. الايدنتيفيكيشن اللي شفناه هسه اللي هو الانفراريد ابزوربشن سبكتروسكوبي. البريبريشن كان اللي شفناه هسه والمقارنه بالميتفورمين هاي دكتور عيد. هلا اروح نشوف وين موجود الاي ار سبكتروم. موجود اتوقع بفوليوم رقم 5. اول اشي هون اذا شايفين على الشمال اللي هو الاي ار ريفرنس سبكتروم. موجود عندي هون ريفرنس سبكتروم للمواد اللي موجوده بالفارماكوبيا. مثلا هذا هو امبيسيلين، هذا هو اتينولول. كل مادة موجودة بالفارماكوبيا مفروض يكون في لها اي ار سبكتروم. يعني مثلا نشوف اذا بدنا متفورمين، مثلا هذا جليبيزايد دواء سكري، الميتفورمين اللي شفناه هسه هو بيكون موجود. هذا ميثانول، اسف، الميتفورمين هيدروكلورايد موجود عندي الريفرنس سبكترا. نروح نشوف اليو اس بي. مثلا اليو اس بي ما فيه ريفرنس اي ار سبكترم، لكن نشوف مع بعض. لو فتحنا نشوريكم المونوغراف، هي يو اس بي مونوغراف، بروح على حرف الام، بروح على الميد فورمن، ميد فورمن ميد فورمن هيدروكلورايد اللي هو الاي بي اي. زي ما احنا شايفين هنا ايدنتيفيكيشن، تيست الرئيسي اللي هو انفراريد ابزوربشن. علشان اعرف بالضبط كيف اعمله لو بكبس على هاي، بروح على جنرال شابتر اللي وريتكم جزء منه اللي بيشرح لي كيف اعمل تيست الاي ار ومن انو رينج استخدم، كيف اقارنهم وكيف احكم على كل واحد على كل تيست انه ناجح او راسب. طبعا هاي تفاصيل الفارماكوبيا والمعلومات هاي هي معلومات جنرال بالنسبة لكم، انا بدي اياكم تعرفوا بس اللي هو موضوع انه الفارماكوبيا بنعمل فيها الايدنتيفيكيشن تيست بمقارنة السامبل بالريفرنس ستاندر، البوزيشن لكل باند والريلاتيف انتنسيتي لكل باند لازم يكونوا متشابهين، بهيك بحكم عليها انه هاي المادة هي نفسها هاي المادة. طبعا تطابق المهم وبين منطقة الفينجر برينت على نتأكد انه 100% المادة صحيحة. هيك بنكون خلصنا موضوع الاي ار، اي ار سبكتروسكوبي، وننتقل للموضوع الثاني اللي هو الماس سبكترومتري اللي هو ان شاء الله هذا الشابتر. انا راح انزلكم اللي هو البارت 1 منه علشان تتابعوا معي بالفيديو. فهو اذا بتتذكر حكينا عن الستركتشر الاوسيديشن، انه في عندي مجموعه من التكنيك بستخدمها في الستركتشر الاوسيديشن، اقلها اهميه اللي هو اليو في، بعدين حكينا عن اعلى اهميه منها اللي هو الاي ار، الاعلى منها درجه اللي هو ماس سبكترومتري، والاخر اللي هو الان ام ار اللي هو في الشابتر اللي بعد هذا ان شاء الله. الماس سبكترومتري زي ما انتم شايفين هذا جهاز من واحدة من الشركات المشهورة في الديزاين للماس سبكترومتري اللي اسمها شركة كندية اسمها سايكس. هذا جهاز من اسمه هذا جهاز بيقيس ماس، يعني هذا بيقيس ماس للعينة. شو يعني؟ خلينا نشوف مع بعض. الجهاز هذا اللي هو الماس سبكترومتري هو جهاز يستخدم بشكل رئيسي لقياس حكينا الماسز، وعشان هيك انا بقدر اعرف اللي هو الماس او المولكيولار ويت للمركب. واحدة من المعلومات المهمة اللي باخذها من الماس سبكترومتري هي كم المولكيولار ويت لهذا المركب. المعلومة الثانية اللي بعرفها هي structure information عن المركب. راح نتعلم
شيء اسمه ماس سبيكترم. هذا الرسمة هي اسمها ماس سبيكترم، تحت المقياس الاكس اكسس هي شيء اسمه ام اوفر زي ريشيو، ام اللي هي الماس، الزد اللي هي التشارج. يعني هذا المقياس بيشوف لي وزن الايون بالنسبة ل الزد اللي هو شحنته. معظم الايونات اللي نتعامل معها هي بلس 1، فهو عادة الام تو زي ريشيو هي الماس. هيك راح نحكي هذا بالتفاصيل اللي قدام، هي بس مقدمة عن الموضوع. هيك واللي على الشمال اللي هو ريليتيف اباندنس، يعني نسبة كل واحد من الايونات للثاني. يعني هذا المركب موجود فيه الماس تو زد ريشيو هاي 86، اقل من هاي بنسبة مثلا هاي طالع 20%، هاي طالع 100%. فهو بالعادة بناخذ مقياس اعلى وحدة هي 100% بنقارن باقي السيجنالز بالنسبة لها. كمان مرة هذا الحكي راح يرجع ينحكى بتفاصيل اكبر، لكن بدي اياكم تتعرفوا هسه. هذا اللي قدامكم اسمه ماس سبيكترم، يعني احنا كنا اللي نقرأه في اليو في، يو في سبيكترم اللي هو الويف لينث مع الابزوربنس، بالاي ار كنا نقرأ الويف نمبر مع البيرسنت ترانسميتنس، في الماس سبيكترا او ماس سبيكترم نقرا الماس على الاكس اكسس مع نسبتها على الواي اكسس. طيب نتعرف هسه على البيسك برنسبل للماس سبيكترومتري، بعدين بلش نحكي في اجزاء الجهاز، وبعدين راح نحكي في الاخر عن كيف نفسر كل ماس سبيكترم وناخذ منه معلومات على الستركتشر. البرنسبل الرئيسي للماس سبيكترومتري انه السامبل عاده تدخل على شكل فيبر او على شكل غاز، بنعرضها ل سيل من الالكترونات، ل قذف بالالكترونات. هذا القذف بالالكترونات بيؤدي انه هذا ياخذ الكترون من المركب هذا، وبصفي الموجود عندي شيء اسمه كاتيون راديكال، اللي هو كان في عندي هون مثلا مجموعة من الالكترونات تاخذ منها واحد، بتحول هذا للفورمال تشارج تبعه بلس، صار في عندي هون الدوت، هاي الدوت هي الراديكال، يعني انه بطل في عندي بير وطلع الكترون من المركب. كمان مرة المركب بعمل له قذف او ضرب بالالكترونات، هذا بيؤدي لنشوء كاتيون. طبعا الانرجي العاليه الموجوده بالالكترونز اللي انا بقذف فيها المركب مش بس بتؤدي لتشكل الكاتيون راديكال، لا، نفس الكاتيون راديكال بصير يتكسر. يعني خلينا ناخذ هذا المثال اللي هو الهكسان، زي ما هون كنا ماخذين ار اتش، هذا الهكسان بقذفه بالالكترونات بتشكل عندي هذا اللي هو الكاتيون راديكال، اللي هو الماس تو زد ريشيو تبعته هي نفسها تساوي مولكيولار ويت للهكسان. يعني لو قسنا مولكيولار ويت للهكسان راح يطلع 86. اوكي، فهذا الايون اللي تشكل او هذا الكاتيون اللي تشكل او الكاتيون راديكال اللي تشكل بسبب وجود طاقه عاليه من الالكترونات، جزء منه ببلش يتكسر، وممكن يتكسر 1 2 3 4 5، ممكن هذا 2 3 4 5 ينكسر من هون مثلا يطلع هذا الجزء، او ممكن ينكسر من هون ويطلع عندي هذا الجزء، ممكن ينكسر من هون ويطلع عندي هذا الجزء، ممكن ينكسر من هون ويطلع عندي هذا الجزء. زي ما انتم شايفين كل واحد من هاي الاجزاء له ماس تو زد ريشيو. طبعا الماس تو زد ريشيو بتكافئ كم موجود في كربون هيدروجين. يعني لو طلعنا هنا الكربون الاتوميك نمبر للكربون اللي هو 12، فالويت تبع 12 وهذا 2، فهو هذا عندي 2 ضرب 12 اللي هم هذول الكربون، الكربون تساوي 24، وعدد ذرات الهيدروجين تساوي 5 ضرب
ولك الأربيت للهيدروجين يساوي 1 وهذا يساوي 5، إذا بجمعهم بطلع عندي 29 اللي هو الـ M to Z ratio نفسها. هذا كمان مرة، هذا لو أجمع كم كربون كم هيدروجين بيطلع عندي 43، هذا بيطلع عندي 57، هذا بيطلع عندي 71. اوكي، هذول بنسميهم فراجمنتس. اوكي، اللي هو انه اول ايون، اول كاتيون بتشكل من ضربه الالكترونات هو اللي هو المولكيول نفسه لكن عليه شحنه زائده، عشان يسمى مولكيولار ايون لانه الماس زد ريشيو تبعته تساوي مولكيولار ويت. لكن بسبب وجود انرجي عاليه من الالكترونات بتضرب في المولكيول، جزء من هذا ما بضله زي هيك، ببلش يتكسر فراجمنت. يعني كيف لما ينكسر كاس القزاز تعطي قطع قزاز، هاي فراجمنت من المركب. ممكن كل مركب ببلش يعطيني فراجمنت مختلف عن الثاني حسب وين الكسر، وممكن اكسر هيك، ممكن اكسر هيك، ممكن اكسر هيك، ويعطيني هذول مركب. طبعا بعد هيك الايونز هاي اللي ظهرت جوا الجهاز بصير يتعرف عليها. يعني هذا الجهاز عنده القدرة على ديتكت ماس، بيقدر يقرأ الماس للايون. اذا كان في ايون موجود بيقدر يقرأ الماس تبعته. فاذا احنا ملاحظين الماس 86، هي مبين عندي هون على السكيل، هذا اللي هو مكافئ هذا الايون. عندي الايون 57 هيو، فهاي السيجنال العاليه اللي انت شايفينها هاي هي دليل على وجود ايون. الماس تبعته 57، الماس 43 هيو موجود، الماس 29 هيو موجود. طبعا الماس 71 ضعيف في هذا المركب، في اسباب ممكن نتعرف عليها لقدام، لكن هو موجود لكنه ضعيف جدا. فلكن المهم انه الجنرال برنسبل للماس سبكترومتري كمان مره، انه انا عندي مولكيول، هذا المولكيول بضربه بسيل من الالكترونات بيؤدي الى تكون كاتيون راديكال. هذا الكاتيون راديكال ببلش يتفكك ل ايونز وكاتيونز اصغر منه، فراجمنتس، بصير يتفكك. الجهاز عنده القدرة على فصل هذول الالكترونات، بيفصل هذا لحال وهذا لحال وهذا لحال وهذا لحال، وبيقدر يرسم لي ماس سبكترا يورجيني هذا المركب شو فيه ماسز. فهاي واحدة من اهم المعلومات راح نتعلم انه ناخذها من الماس سبكترومتري، انه كم المولكيولار ويت لهذا المركب. يعني احنا حضرنا مادة، نفترض هاي المادة هذا عم نحضرها احنا في اللاب، نعمل سينثيسز. مثلا كانوا حضرناها من A زائد B بغض النظر ايش حضرناها، فانا متوقع انه طلع عندي هذا الستركتشر. فاذا انا بوديه على الماس فبطلع كم ثيوريتيكال مولكيولار ويت فرضا، طبعا ارقام من عندي، يعني هاي ممكن يكون اذا هذا 12 ضرب 6 80، يعني نفترض انه كان 125 فرضا المولكيولار ويت، ممكن يكون خطا لكن فرضا. هسه بروح بعمل له تحليل على الماس سبيكتروم وبشوف الام تو زد ريشيو بيطلع هيك. هسه اذا كان عندي بينت على 125 هاي السيجنال او هاي البيك، معناته هذا المركب صح. لكن فرضا عملت الاسكان ما بينت هاي نهائيا، فمعناته في اشي غلط. ليش ال 125 مش مبينه في الماس سبيكتروم؟ تمام، فهذا الماس سبيكتروم لما اخذ انا منه المولكيولار ويت، هاي واحد من الادله بنستخدمها في الاستراكشر اوكسيديشن. تذكروا في الاي ار قلنا هي دليل، يعني هاي الماده بروح اعملها اي ار والاقي البيك تبعت الاو اتش، والاقي البيك تبعت السي دبل بوند او، والاقي البيك تبعت السي اتش، والتيث تبعت البنزين رينج. بعدين اعمل ماس
الاقيها مثلا 125، معناته صار عندي دليلين على مركبي انهم مضبوطين. ان شاء الله هذا الشرح راح احكيه بس نخلص حكي عن الانسترومنت. طبعا المعلومه الثانيه اللي راح نتعلمها هي الفراجمنتس، انه كل مركب الفراجمنتيشن تبعه او تكسيره مختلف عن الثاني. فهذا اللي انتم شايفينه هون للهكسان، ممكن لو اكسر مركب ثاني مثلا سايكلوهكسان او مثلا بنزين او كيتون، مش شرط يعطيني بالضبط نفس التكسير. يعني قصدي اذا انا جبت ماده ثانيه لكنها برضه 86، زي ايش مثلا؟ زي هاي الماده، هذا ايزومر للهكسان اللي هو 2 3 ان بيوتان. هسا المولكيولر ويت لهذا 86، فالماس للهكسان والماس للبيوتان لازم يعطوني البيك هاي او الايون المولكيولر ايون 86. فمجرد 86 هاي راح تميزني من 2، لكن ما راح يتشابه الهكسان والايزومر تبعه هذا في التكسير بالضبط. التكسير انه في واحدة على 57، واحدة على 43، واحدة على 29، تختلف من مركب لمركب. وبرضه هذا هو اللي حكينا عليه بالبداية structural information، انه غير اني اخذ molecular weight باخذ اثبات ثاني انه هذا مركبي صح، انه هذا التكسير منطقي او هاي الفراجمنتس موجودة في المركب. طبعا في الاجهزة الحديثة حاليا في انه ايش اسمه library، يعني انا في عندي مخزن ل يمكن مليون او مليونين مركب، شو الماس سبيكترم تبعهم. فمجرد اني انا اعمل الماس سبيكترم الماده واعملها سيرش على الداتا بيس، ببين لي انه هذا محتمل يكون الماده الفلانيه، لانه حسب التكسير تبعها مسيب عندنا في الداتا بيس يكون شو هي متوقع هاي الماده. اوكي، ان شاء الله وضح هسه شو يعني ماس سبكتروميتر. هو جهاز بقيس الماس، بيشوف شو المركب اللي عندي فيه موجود فيه ايونز وكم الماس اللي لهم. كيف بسوي الايونز؟ انا بجيب المركب اللي عندي على شكل غاز بضربه بالكترونات، وهذا بنتج لي كاتيون راديكال، وهذا الراديكال هو الايون الاول اللي بنتج وبيبلش يتفكك بيعطيني اكثر من ايون، وهذا بقيس الجهاز وبيعطيني الماس سبيكترم. الكومبوننت لاي ماس سبيكتروميتر طبعا في اختلاف عن الاي ار واليو بي سبيكتروسكوبي تماما، في تشابه راح نحكي عنه بالاخر، لكن بشكل رئيسي هو جهاز مختلف وفكرته شوي مختلفه. فالجهاز هذا عاده فيه 3 اجزاء او 4 اجزاء رئيسيه. اول شيء في عندي اللي هو الايون سورس، الجزء الثاني اللي هو الماس انالايزر، والجزء الثالث اللي هو الديتكتور، بعدين اللي هو داتا بروسينج اللي هو سوفت وير بيطلع لي الماس سبيكترم اللي حكينا عليها من شوي. السامبل عاده تدخل على الجهاز على شكل غاز، فممكن يكون في اكثر من طريقه، مش راح نتطرق لموضوع السامبل كثير في شرحنا، لكن السامبل عاده يكون على شكل غاز او فيبر، ممكن يكون تسخين، ممكن يكون اكثر من تكنيك مستخدم في سامبل انترودكشن او سامبل انلت، لكن انا مش راح اركز معكم على طريقه ادخال السامبل لانه كثير تكنيك مستخدمه في هذا المجال. فانا في عندي باعتبار 3 اجزاء رئيسيه في الجهاز، الاولاني اسمه الايون سورس، الثاني اللي هو الماس انالايزر، والثالث اللي هو الديتكتور. السامبل هون زي ما شفنا قبل شوي الار اتش، فرضا لما تدخل على الايون سورس، هذا الايون سورس هو المكان اللي بيكون فيه قذف الكترونات بيؤدي الى تشكل اللي هو الار اتش كاتايون راديكال، وبصير منه يتفكك للفراجمنتس. بعد ما يتشكل الايون بيطلع الماس انالايزر، هذا الماس انالايزر هو اللي بقسم الايونات، يعني يطلع من عندي هنا ايون 1 و 2
و3 بيكونوا مع بعض. إذا وصلوا على الديتكتر راح يشوفهم كأنه سيجنال واحدة، لكن جوا الماس أنلايزر بصير يطلع عندي للديتكتر مرة واحد بقيس الديتكتر، بعدين برجع بطلع 2، بعدين برجع بطلع 3. فالماس أنلايزر هو عبارة عن جهاز بفرز الأيونات حسب الماس تبعها. طبعا احنا كل بارت من هذول الثلاثة رح نحكي عنهم بالتفاصيل وبالميكانيزم لقدام. واخر اشي في عندي ديتكتر مهمته انه يقيس انه وصلوا ماس معين ويودي هاي السيجنال على جهاز كمبيوتر يعطيني ماس سبكترا. طبعا في انواع من الايون سورس، والايون سورس مش جهاز واحد، في نوع اسمه الكترون انايزيشن، في كيميكال انايزيشن، لسه في 4 أو 5 انواع ثانيه. الماس انلايزر في مجموعه من الانواع راح نتعرف ان ديتيلز على 2 منهم فقط. في عندي شيء اسمه ماجنتيك سيكتر، في شيء اسمه كوادرا بول، في شيء اسمه ايون تراب، في شيء اسمه تايم اوف فلايت. كل هذول اسماء لماس انلايزر. يعني الماس انلايزر مش قطعه موجوده في كل اجهزه الماس هي نفس القطعه، لا، ممكن يكون في عندي ماجنتيك سيكتر في جهاز، في جهاز ثاني اسمه كوادرا بول، في جهاز اسمه ايون تراب، في جهاز اسمه تايم اوف فلايت. طبعا هاي المصطلحات اذا انت اشتغلت في بايو كوفرنس سنتر، الجهاز الرئيسي المستخدم هو الماس، فممكن تسمع كثير مصطلح الكوادرا بول والتايم اوف فلايت او مختصر اللي هو توف. هذا معظم الاجهزه الموجوده في الاردن موجود هذا الجهاز كوادرا بول، او موجود التايم اوف فلايت، كمان الماجنتيك سيكتر موجود لكن اغلى شوي من الاثنين هذول. فكل قطعه من هذا الجهاز راح نتعرف عليها بالسلايدات القادمه، لكن قبل ما نبلش في كل قطعه ضروري برضو انبه انه القطع هذول الثلاثة عارف تكون ضمن فاكيوم، يعني هذول القطع جوا الجهاز بيكون في مضخة دائما بتعمل فاكيوم جوا الجهاز، لأنه زي ما حكينا هنا العين عبارة عن غاز، فلازم تضلها متحركة جوا الجهاز في فاكيوم، وإلا ممكن إنه هذا الجهاز ما يشتغلش إذا راح عنه الفاكيوم. مش راح اكمل هسه باقي الاجزاء، راح اكملها ان شاء الله في المحاضرة الجاي، لكن راح نحكي عن الايون سورس وعن اكثر نوع من الايون سورس، ونحكي عن الماس انلايزر. في عندي نوعين من الماس انلايزر، واحد اسمه ماجنتيك سيكتر والثاني اسمه تايم اوف فلايت. راح نحكي شوي عن الديتكتر والتشابه بين الماس سبكترومتري والسبكترو فوتوميتر في المحاضرة الجاي إن شاء الله. راح أنزل لكم الماس تشابتر البارت 1 إن شاء الله مع هاي المحاضرة علشان تأخذوا النوت، وبعد يومين ممكن إن شاء الله أنزل باقي تشابتر والمحاضرة رقم 2 من الماس. ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نكون الصوت أحسن هالمرة لأني عملت ضبطت شوي بالسيتينجز.